مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. اليوم نحن في اسطنبول، بالضبط في شارع تقسيم. سنصعد الى برج غلطة كما تشاهدون. نحن الان على متن الطابق الاخير في برج غلطة، سنخرج ونشاهد اسطنبول من اعلى نقطة في اسطنبول. شاهدوا معنا هذا الجامع السليمانية، وكذلك جامع إمينون، وكذلك الجامع الأزرق، وقنطرة غلطة، ثم بحر مرمرة. انتهت جولتنا في برج غلطة، سنحاول الهبوط، سنهبط على الأقدام لأننا صعدنا في المصعد. نحن الآن سنهبط من الطابق، أظن أنه الطابق التاسع، لا أدري كم من طابق، لكن عيني رأت أكثر من ثمانية طوابق، أظن أنه تسعة أو ما إلى ذلك. بعض الأماكن مظلمة كما تشاهدون، لكنها جميلة جدا، والمكان رائع جدا ومزين بأشكال جميلة جدا. فمن يأتي إلى إسطنبول يجب أن يزور هذا البرج. نعم، قيمة البرج 36 ليرة تركية، وللأتراك 15 ليرة، أما للأجانب ف 36 ليرة تركية. كما تشاهدون الأماكن مزينة بشكل جيد، وبكل الأشياء هنا تكون جميلة وممتازة. صراحة هذه مدينة ساحرة، مدينة جميلة. نعم، خرجنا الآن، وصلنا إلى نهاية هذه الجولة في هذا البرج. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، والسلام عليكم.